في البحر سمكة سمكة تحب الحركة حركة بالبحر الهائج جمزي تجتنب الشبكة. لا حول ولا قوة إلا بالله. البت مخبوطة في دماغها جامد والنزيف مش عايز يبطل. يلا يا حبيبتي عايزين قبل ما اسأل البت اللي دي أم كمامة دي. طيب انتي يا حاجة انتي؟ نعم. أيسل فين؟ أيسل جوه بتعمل عملية. عملية ايه بقى؟ راسها مفتوحة بيقول. يا نهار مش فايت، مين اللي فتح لها؟ والله ما نعرفش لسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أروح أسأل. طب ما فيش أي معلومات عن الحاجة اللي حصلت لها دي؟ ما نعرفش لسه، الدكتورة أسأليها بقى. استني هخش لها وخليها تخليكي الدكتورة. اطلعي برا لو سمحتي عشان بعمل عملية. طيب. ما قطعتني في الكلام ومش عايزة حد يجي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتفضلي يا حاجة اتفضلي. لا اقعد يا ابني اقعد. طيب. ايوه يا طنط ايمان. ايوه يا حبيبتي يا ندى، لقيتوا حاجه؟ عرفتوا حاجه؟ احنا في المستشفى دلوقتي. مستشفى ليه؟ خير ايه؟ ايسل في المستشفى. في المستشفى؟ والله احنا جايين دلوقتي حالا. طيب ماشي، احنا مستنيينكوا. يلا سلام. سلام. ما جايين دلوقتي. خلاص هي كده العملية خلصت، بس ناقصها لف لها ده على راسها. خلاص كمان شوية هتفوق. اقعد بقى على احسن، ركبتي اتخلعت من مكانها. اقعد. اتفضلي اتفضلي يا طنط. شكرا يا ابني. اما انت يا صحيح بتعملي معانا مجهود كبير جدا. ايوه يا حبيبتي عادي عادي. فين ايسل؟ فين بنتي؟ يا استاذة يا ايمان. بسم الله الرحمن الرحيم. فين ايسل؟ قولولي يا ايمان. ايسل فين بنتي؟ فين يا بنتي؟ رايحة فين انت يا ماما؟ ماما منين يا ماما؟ ماما منين يا ماما؟ بنتي اروى انت اقعدي في حتة، احنا مش ناقصين شوارعية ولا ناس فقيرة. اقعدي منك ليها. تعالي يا حبيبتي اقعدي. تعالي اقعدي انت يا طنط. لا اتفضلي اقعدي مكانك كده، بس خلينا واقفين عشان لا مش هيتكلم. فين ايسل؟ اسكت يا بنت. ايسل بتعمل عملية. انت مالك انت بايسل دي؟ بنتي اصلا. عملية ايه بس؟ يا لهوي يا ولادنا بالله عليكم فهمونا. فاهمين يا طنط؟ فاهم. خير. وبعدين ايه العقد اللي معاكي ده؟ بتزعقي لي انا؟ اقعدي عقد بنتي. طب خديه، كنا لقيناه على البحر واصلا البت غرقانه ومفتوح دماغها. اقعدي بقى. نعم. والله الواد الغلبان ده لقاها. اللي بعد ايه ده؟ ده كده انا عايزه اخش اشوفها. ماليش فيه. مش هينفع يا حبيبتي، نشوف الدكتوره بس. سالتي؟ هخشها هخش لها اشوفها. اتفضل. دكتورة نسرين. نعم يا حبيبتي. عيلة البنت دي جم عايزين يشوفوا لامها، عندها امتين مش عارفة. انا عارفة. طيب مش عارفة. دخلي طنط فهيمة والولد. دخلي طنط فهيمة والولد لقى بس. طيب ماشي. طنط فهيمة. نعم نعم. اتفضلي الدكتور جوه. حاضر. نعم يا استاذة. الدكتورة حضرتك. مش هتفرق بقى دكتورة ولا استاذة. إيه انت حضرتك اسمك ايه؟ انا اسمي ابراهيم. طب تفضل معانا يا استاذ ابراهيم. تعالى اهو يا استاذة يا دكتورة نسر. طيب مش هتفضل انت. طيب كان انا عملت اللي عليا. ايش معنى يعني دخلت فهيمة دي؟ هو بعدين انا اللي مخلفاها. ايه دي بس يا طنط ايمان؟ مخلفاها منين يا حبيبتي؟ ده انا اللي جبتلك على الباب ويا ريتني ما عملت كده. ايه ايه انت مالك؟ انت مشاكل عائليه. انت مش من عيلتي يا حبيبتي بقى. او انا اللي هشوفها. انتوا داخلين فين يا؟ خلاص ما ينفعش. اوعي كده من وشي. اوعي من وشي. فين بس؟ ايه دي بنتي ومش مش هستغنى عنها. وبعدين انت شايفه شعرك اسود وانت سمرة اصلا. انا بيضة وشعري اصفر وانت كلك على بعضك سمرة. ما ينفعش حضرتك تقولي لها كده، ده اسمه تنمر. تنمر منين يا ماما؟ امشي كده من وشي. هو ايه ده؟ ما ينفعش تعملي كده على فكره. لا بالنسبه لي ينفع عشان دي بنتي وانا اللي مخلفاها. مخلفاها منين يا ماما؟ ده انا اللي جايبه لها العقد ده. منين يا حبيبتي؟ دي بنتي انا مش عارفه ايه الدم ده بصراحه. بقول لك انا اللي مخلفاها اصلا. يا نهار مش فايت. انت بنت، انت مالكيش دعوه. دي بنتي انا. ايه يا حبيبتي؟ ده انا مخلفاها. طبعا يا استاذه فهيمه. طبعا يا استاذه. بقول لك ايه، بنتك منين يا جايبه؟ مش عارفين نسمع كلمه من الدكتوره. يا نهار مش فايت. يبقى بقول لك ايه بقى، دي بنتي وانا اللي مخلفاها.
بنتك مالك؟ بنتي مالك ليه اسكت يا بنت؟ لا ما انا معاها حق، دي بنتي. دي بنتي انا لو جايبها لك على باب الشقة. طيب خد يا ايمان، خد يا ايمان يا اهي اهو، يلا عودي بقى في حتة. وانت يا قروة تعاليلي. انا عملت يا خودي صوتكم، مش عارفة اسمع الدكتورة. استغفر الله العلي العظيم. كمل يا دكتور، انت عملت ايه؟ لا ولا حاجة ولا حاجة ابدا. دي طنط فهيمة على حق. ايوة يا حبيبتي عندك حق، واسمها على مسمى فهيمة، وهي فهيمة فعلا والله عندك حق. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي سجا. الله عشت الاسم يا سجا. طب استاذة فهيمة ممكن تدخلي لي استاذة ندى؟ او استني، يا سجا يا سجا. حاضر يا دكتورة نسرين، حضرتك عايزة حاجة؟ ممكن تجيبي لي الانسة ندى؟ حاضر حاضر، ثانية واحدة. استاذة ندى؟ ايوة 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 يا دكتورة سجا. دكتورة نسرين عايزة حضرتك. طيب ماشي تفضلي. نعم يا دكتورة نسرين. تعالي. طبعا كده مبقاش حد غير ايمان واروى بس اللي بره، صح؟ يا دكتورة نسرين. طيب انا مش طالبه منكم غير كنتوا التلاتة، هو ده يقرب لكم ايه استاذ ابراهيم؟ احنا انا مقرب لهمش حاجه، بس يعني انت لما هتستجوبيني هقولك. لا ما انا مش ده الاستجواب، ده مهمه الشرطه. انا هتصل بس بالشرطه ياخدوكوا على القسم يحولوكوا، او ييجوا يستجوبوا ايسل، وكمان ايسل كلها نص ساعه كده وتقوم. طيب ماشي الحمد لله. انا مش طالبه منكم حاجه واحده بس، بما انكم انتوا الاثنين كده دخلتوا العيله، صح؟ ايوه دخلناه، ويا ريتنا ما دخلناه على راي ماسن. دخول الحمام مش زي طلوعه. ماشي يا استاذه فهيمه. المهم عايزاكم انتوا الثلاثه تحاولوا يعني تخلوا ايمان واروى يتصالحوا، علشان ممكن ده اللي يخلي ايسل تبقى كويسه وترجع معاكم زي الاول. فا اوكي. يا نهار مش فايت، هي ناقصه تصالح وتخاصم. حاضر حاضر يا دكتورة نسرين. حاضر يا دكتورة نسرين. يلا اتفضلوا. انتي وهي ديكوا ساكتين اهو، قعدتكوا هس وهس، بدل ما قاعدين بيتي ومش بيتي، وانا اللي خلفتها وانا اللي شبعتها وانا اللي رضعتها. ده انا ممكن اخدها منكم، دي بنت سكره زي العسل. تاخديها منين يا ماما؟ اقعدي يا بنت بدل ما تطوشي كلامين تانيين. اقعدي انتي عامله نفس قصتي كده. هتلاقي تتلمي ولا لمك؟ لا خلاص عاوزي مكان يا بنتي يا ايمان. لا انا عايزه اشوف بنتي. اتكتمي بقى، انت هتفكريني بالموضوع؟ ها ايه، واحده فيكم عايزه تتلطش قلمين ولا ايه؟ لا خلاص خلاص بالله عليكي. طيب خلاص بالله عليكي خلاص، يبقى اتلم. صباح الخير يا ايسولا، عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ اهو فوقتي من الصدمه اللي كنت فيها. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك. الخبطه بتوجعك دلوقتي ولا العمليه كويسه ولا حاسه بايه؟ انا دماغي وجعاني قوي بصراحه، وحاسه ان جاي لي صداع جامد. معلش يا حبيبتي، بصي هطلب لك دلوقتي عصير تشربي، علشان يعني ايه يعوض الدم اللي نزل منك في العمليه ولما كنت بتنزفي. وقعدي هنا بس بقى، ومش هدخل لك اروى ولا ايمان دلوقتي. الله يخليكي، بس ما تدخلهمش. حاضر هدخلهم لك كمان شويه، بس على الاقل تكلمي معاهم، عشان حرام حالتهم صعبه. طيب ماشي. وكمان عايزاكي تشكري الولد اللي انقذك. ولد؟ ما انت ما تعرفيش ان انت غرقتي. ايه؟ اقعدي شويه ممكن تفتكري. البحر سمكة تحب الحركة، في البحر الهائج تجتنب الشبكة. في البحر موجة تتبعها موجة، وبرمل الشاطئ ترتطم هوجة، والسمكة تسبح بين الأمواج، وتقول البحر سر ابتهاجي.
في البحر سمكة سمكة تحب الحركة حركة في البحر الهائج تمضي تجتنب الشبكة.